السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن الآن في انتظار الأخ الفاضل المناضي الشهم لي يعني موقوف تعسفا لا لشيء إلا لأنه مارس حقه الشرعي والمشروع إلى جانب إخوانه الأساتذة والأستاذات. إذن بالأمس يعني حصل لنا الشرف انه جاء عندنا وزارنا الى اخره، وجلسنا يعني لساعات طوال، تبادلنا يعني الحديث فيما هو يعني سياسي نقابي حول الاحتجاجات، حول التوقيفات التعسفيه الى اخره. الان ننتظره لانه مشى في الزياره لاحد الاقارب ديالو، مشينا احنا قمنا بالواجب ورجعنا، ومعاه ان شاء الله قلبا وقالبا حتى يعود مع الى جانب اخوانه 203، ما كاينش شي واحد اللي نفرطوا فيهم، لان المساله مساله كرامه فعلا، ومساله مرتبطه مع ممارسه الحريه النقابيه والحق في الاداره. إذن هذه المسائل راه تتمس حتى النقابات، فهي معركة مصيرية، وندعو جميع الإخوان والأخوات الأساتذة والأستاذات باش يتواجدوا بكثافة أمام المقرات ديال الأكاديميات، لأن يوم 29 يعني أبريل بموازاة مع انعقاد أو إحالة الإخوان والأخوات على المجالس التعليمية. إذن نتمنى أن يعود الجميع آمنين مرفوع الرأس ومرفوع الهامة، لأن فعلا بفضلهم تحققت بزاف ديال المكتسبات، وتم يعني الشغيلة التعليمية رجعت الهيبة ديالها اللي كانت كما العادة، لأن دائما هي اللي في الريادة من أجل التغيير، من أجل نصرة المستضعفين، من أجل إرجاع الحقوق إلى أصحابها كما كانت في الستينات والسبعينات. ونقبت بدورها استوعبت الدرس، وفعلا خصها يعني تحافظ على القواعد ديالها الوفية اللي بها باش تبنات هاد النقابات. وخص يعني الأخذ بعين الاعتبار أن جميع القرارات خصها تمشي من القاعدة إلى القيادة، من القاعدة إلى القيادة، يعني محليا إقليميا جهويا اللي تمشي مركزيا، لأن اللي كنا تنشوفه اللي خلى الثقة تتفقد بين الشغيلة وبين القواعد والنقابات إلى آخره، أن جميع القرارات تكون تنزل أفقيا، تكون رأسيا مركزيا، والقواعد فقط الآن يعني مكامل القوى يعني تغيرت، والمعركة ديال 5 أكتوبر أبانت عن ذلك، أن القرار الآن أصبح بيد القواعد وليس بيد القيادات والمركز. إذا نعاود ندخلوا معكم في واحد مباشر، وغادي نوضحوا بعض الأمور، وكل ما كنا نقوله يعني بالنسبة للمذكرات اللي كانت جاهزة ديال الترقيات والمباريات، فعلا قلنا ما يغيب داو انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية من أجل البت في الترقيات، وأيضا جميع الأمور اللي هدرنا عليها راه غادي تنزل، وتنظيم المباريات إلى آخره، خصوصا بالنسبة لتغيير الإطار والترقيب الشهادة بالنسبة لأصحاب الماستر، وأيضا تنظيم مباراة التوظيف بالنسبة الأستاذ مساعد لدكاترة القطاع، وأيضا حل الملفات اللي غتبدا دابا ترقية بالاختيار اللي كانت مؤجلة ديال 22 إلى آخره. إذا نشوفكم في شي مباشر آخر. ودور 120.